بانا بانا شو بدك؟ في ايه؟ ليش؟ ليش؟ مشان نحكي شوي؟ ولك انت شو بدك تحكي من الصباح؟ انا مضطرة اروح على شغلي مو مثلك والله. تفضلي. انت لازم تقومي تصالحي امك، انت كتير زعلتي يا مبارح. وراح اترك لك هدول. هلا بتطلعي معي وبتجيبي لها ورد، بتعملي الفطور، بعدين بتفيقيها وبتراضيها. ايه روحي هلا، بس في ابراضيها. واياكي تعيدي اللي عملتيه مبارح يا بانا، لاني رح خبر ابوكي. مبارح حكيته بس كرمال امي ما حكيت شي. ايه بتعرفي انه ابي وامي حاطين املهم فيكي، عم يشتغلوا يتحملوا مشان يامنوا لك كل شي. يا ريت لو صارت لي هيك فرصه وانتي مو مقدره، ونحن عم نشتغل ليل نهار وانتي ابدا مو حاسه بحدا. خلصنا سونيا. قومي ما خلصت حكي، خليني اقلك هالكلمتين. رح تكون هي اخر فرصه لإلك، ورح تشوفي ابوكي هون اذا ما تغيرتي. وانا بنصحك تفكري اذا بدك مصلحتك. إن شاء الله صباحك ورد وفل فيران. خير إن شاء الله. أنتي أحلى أم بالدنيا. روحي. بس غريبة، ما فقتي بكير مثل عادتك. بس ما يكون فيكي شي. مو هيك، بس أنا ما نمت طول الليل ولهيك ما قدرت فيق بكير. تقبريني، عدي لكان ورح صب لك الشاي. لساتك مخاصيتيني أحلى أم بالدنيا؟ وحياتك مو قصدي، والحق معك تزعلي مني، أنا غلطت وبعتذر. مو معقول قديش جرحتي قلبي، كتير. طول عمرنا عم نشتغل ونقدم لكم، ليش قلتي هيك؟ الله يوفقك سامحيني، والله أنا تعبانة كتير. حبيبتي أنا خايفة كتير، سويت لك وشك أنتي وبابا وزعلكم مني. روحي، ليش هيك أنتي عم بتقولي؟ أمي جامعتي صعبة كتير، رفقاتي كلهم مدارسهم أحسن مني ومتفوقين، وفوق هيك كلهم متفوقين علي وبكل الدروس. وين على قلبي أنا؟ لهيك أعصابي تعبانة شوي. أنا آسفة أمي كتير. تعرفي ما رح تعبك معي بهالقصص. هالحكي ليش ما قلتي يا بانا من زمان؟ أنا ما بفهم بهالشغلات، ليش ما خبرتي؟ ما قلت لك لأنه لينا عم بتساعدني بهالموضوع. طيب طيب حبيبتي، طولي بالك، تعي لحضني ليش وقوف.